أولا سعيد بالحضور إلى مدينة دخلة. هذه أول مرة رغم أنني حضرت إلى مدينة العيون ومدينة السمارة مرات متعددة، أحضر إلى مدينة الدخلة وتعود بالذاكرة إلى سنوات الثمانينيات، حيث أنني درست مع مجموعة من الإخوة الذين اليوم هم بطر ينتمون إلى هذه المدينة. وبالمناسبة أنا كنت في مدينة مراكش من الطلبة الذين قبلهم إخوة في الدخل والعيون بأن يسكنوا معهم، بمعنى كانت تعرفون البنية هي بنية قبلية، ورغم أنني أنتمي إلى مدينة سيدي بنور دكالة فقد سكنت معهم سنوات، معنى هذه المسألة هذه لازلت ربما أنه واحد مجموعة هذه الإخوة اللي كاينين هنا يمكن غادي يتلاقى معهم، ولازلت أحتفظ بمسألة اللي حملت معي آنذاك وهي واحد الأكلة اللي هي مارو، بمعنى أنه مازال كنتذكرها وديناها معنا في هذه المرحلة هذه. هذا ما علينا أنه مازالت الكلية التي أدرس فيها يحضر إليها العديد من الطلبة والطالبات من الأقاليم الصحراوية. إذا أشكر جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي لجهة واد دهب القويرة على الدعوة، وأشكر الزميل السي عبد الفتاح الفاتحي على الدعوة. بالمناسبة أنا كنت ملتزما بمناقشة أطروحة الدكتورة في فاس، ولما عرضت علي مدينة دخلة فإنني تركت هذه الدكتورة بدون أن أمس بدون أن أمس بالشروط القانونية للمناقشة. تأكدت بأن الإخوان سيحضر لأنه من المفروض يحضر جوج الإخوان من خارج فاس، وجئت إلى هذه المدينة. إذا سأحاول أن أقدم أمامكم نقاش حول ملف الصحراء، ولكن لن أعود كثيرا إلى التاريخ. سأحاول أن أركز في هذا النقاش على ماذا وقع خلال سنة، أي منذ صدور القرار، قرار مجلس الأمن 2099 أو 2099 في 25 أبريل 2013 إلى اليوم، بمعنى سأخالف بعض المداخلات مثلا التي أحيانا هي تعود إلى التاريخ. لماذا؟ لأنني كان أمل بواحد المقاربة، وهو أن التاريخ هو يوظف نبدأ من الحاضر بعدا، والتاريخ يوظف في المستقبل. هذه نوع من القراءات الجديدة. إذا نأخذ سنة ونحاول أن نعرف لماذا، لأنها سنة وقعت فيها مجموعة من التحولات الكبيرة سواء داخل المغرب أو في المحيط الإقليمي أو على مستوى منطقة الساحل والصحراء إفريقيا وعلى المستوى الدولي، كلها تؤثر على الملف. إذا سأقدم أمامكم مداخلة على هذه السنة، ولكن أنطلق من خمس منطلقات أساسية، واحد الخمسة ديال المنطلقات اللي غنستعملها في التحليل. المنطلق الأول، لما نتحدث عن قضية الصحراء فهي تصنف داخل المنظومة الأممية بأنها من أقدم النزاعات. هناك 16 نزاع في العالم اللي مازال موجودة موروثة على الحرب الباردة، منها نزاع الصحراء، هي إذا 16 نزاع اللي مازال موجودة. النقطة الثانية أن هذا النزاع أو هذا الملف هو تقريبا منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار كان عرف نوع من الجمود، ولكن تحرك بسرعة منذ تقريبا سنة 2006، تحرك بواحد السرعة، والسنة الأخيرة سنة 2013 عرفت مجموعة من التحولات السريعة على مستوى الملف. النقطة الثانية وهي اليوم المنظور لقضية الصحراء لم يعد مثلا هو منظور فقط مرتبط بالمغرب والبوليزاريو، ولكن أصبح منظور مرتبط بتحولات في المنطقة ككل، منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا. هذا الشيء اللي فهمت القوى الكبرى، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا، بمعنى هذه الدول ولات كتشوف من هذا المنظور. هذا ربما تتبعتم مجموعة من التقارير اللي خرجت على هذه الدول هذه. النقطة الرابعة أن المغرب في السياسة ديالو الخارجية الآن كيشتغل لأول مرة، يشتغل كلاعب إقليمي، له دور قيادة على المستوى الإقليمي،
وفهمت الدول الكبرى، أتحدث عن الأوروبيين والأمريكيين. ربما غادي نرجع لهذيك النقطة، النقاش اللي كان في السنة الماضية في أبريل وقبل منه، أنه فهمت بأن هذه المنطقة المغرب يجب أن يبقى مستقر. لماذا؟ لأنه كاين عناصر اللي هي موجودة وغير موجودة مثلا في دول عربية أخرى في هذه المرحلة هذه. ثانيا أنه يشكل آخر حاجز أمني، بمعنى حاجز أمني بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين، بمعنى منطقة اللي عندها هذا الموقع اللي هي جيو استراتيجي خاصة تبقى مستقرة، وإلا غيولي استقرار مهدد ديال الأوروبيين والحلفاء ديال الأمريكيين. إذا فهموا هذه المسألة، وهنا غنرجع على الجلبيه المشترك الأمريكي إلى غير ذلك. النقطة الخامسة أنه فهمت الدول الكبرى السياسة الخارجية كيشتغل المغرب، أنه المغرب عنده واحد ثلاثة العوامل قوية غير موجودة في دول أخرى. كاين هذا العامل اللي معروف في السياسة الخارجية وهو التاريخ والبحر والماء. هذه بمعنى عناصر اللي كتخلي الدول أنها كتكون قوية في المنطقة ديالها. ثلاثة العناصر هذا شو كتعطينا؟ كتعطينا واحد المفهوم اللي سميته الدولة الأمة. المغرب هو دولة أمة، بمعنى كاين رابطة مشتركة مع بين مجموعة من المكونات اللي هي موجوداش في دول أخرى. غنعطي مثال، مثلا إلا خديت النموذج، غناخذ مثلا الجزائر، الإشكال اللي مطروح بالنسبة للجزائر وغنرجع عليها، وهي أنها ليست دولة أمة، ما كايناش في التاريخ. الجزائر ما كتعرف حتى كتخرج فرنسا، ما كايناش هذه المسألة ديال دولة أمة. وغتشوفوا التداعيات ديالها مثلا في المرحلة اللي جاية، بينما المغرب وقعت فيها مشاكل لأن عندها الإشكال هذا. إذا هذه خمسة المنطلقات أساسية. من هذه الخمسة المنطلقات غادي نقدم أمامكم واحد ربعة النقاط. أولا غنديروا تحليل وتشخيص المضامين والأبعاد ديال القرار ديال مجلس الأمن 2099 اللي صدر في 25 أبريل 2013. علاش؟ لأنه إحنا في المغرب مثلا ما كانت وصلوش بزاف على هذه الحوايج اللي هي مهمة في القانون الدولي. هذه معارف وتلاحظات، مثلا أنه كتمشي واحد المجموعه ديال الناس مثلا برلمانيين ولا غيرهم كيمشي للمنتديات الدوليه وما عندوش هاد المكونات، سو يعرف هاد العناصر. النقطه الثانيه، شنو هي التحولات اللي وقعت في الملف ديال الصحراء ملي صدر هذا القرار الى حد اليوم. النقطه الثالثه، شنو هي المخاطر الاقليميه اللي كاينه وشنو هي السيناريوهات اللي جايه. ثم النقطه الرابعه، نتناقشوا شويه على شنو هي الاستراتيجيات اللي كتشتغل بها مثلا وزاره الخارجيه. وهنا يمكن ان وزاره الخارجيه تكون شويه متسعه، بعض الانتقادات اللي كتجي مثلا من احنا كجامعيين، بعض الانتقادات على شنو هي الاستراتيجيات التي يجب ان تستعمل. اذا النقطه الاولى، ان الى رجعنا واحد شويه قبل القرار 2099 او 2099، هذا كنلقاو بان مجلس الامن من 2004، بمعنى من 2004 حتى لهذا القرار هذا، شنو كيقول؟ يدعو الاطراف، بمعنى المغرب والبوليزاريو ودول المنطقه موريتانيا والجزائر، للتعاون مع الامم المتحده. هنا كنهضر باللغه ديال القرارات، راه كتعرفوا هذوك القرارات ديال الامم المتحده تصاغوا كما كيسميو على راس ابره، ما كتكونش كلمه زايده، كتكون مضبوطه عاد كتخرج، لان كتكون فيها نقاشات حول الطريقه ديال الصياغه ديالها. اذا منذ 2004 يدعوهم الى التعاون مع الامم المتحده، وكيقول بانه يجب وضع حد لهذا النزاع، وخاص نتقدموا في اطار اللي كيسميه الحل السياسي وهو مفاوضات. نمشيو في حل سياسي. داخل هذا الاطار المغرب قدم المبادره ديال الحكم الذاتي. هنا بزاف ديال الناس، انا كنتفاجئ مثلا، نعطي مثال، كنت في واحد اللقاء في سميتو في اوروبا، في لندن بالخصوص، ونات واحد السيده مرأة قالت لي انا باغا حاجه واحده. شنو هي؟ باغا نعرف شنو هو الحكم الذاتي. هذه واحد السيده مغربيه مقيمه تما قالت لي انه كيسولونا الناس الجالزه على الحكم الذاتي وحنا ما عرفناش. وهذه القضيه راه ملاحظه، بزاف ديال الناس كيهضر ولكن ما عرفش شنو المضمون ديال هاد الاليه هذه. اولا هاد الحكم ديال هاد القضيه، الحكم الذاتي هو اليه ديال حل النزاعات، اليه ديال حل النزاعات متعارف عليها عالميا في القانون الدولي وفي القوانين الوطنيه، بمعنى اليه ديال حل النزاعات. كتنوض الدوله كدير تدبير ديال النزاعات بناء على هذه الحاليه، على هذه الاليه هذه اللي كتنقل من خلالها واحد جزء من السلطه لواحد المنطقه اقليم ترابي اللي عنده الخصوصيات ديالو، وكيمارس كتولي عنده هنايا هو هيئات اللي هي تشريعيه تنفيذيه قضائيه ويدير الموارد، وكتبقى عن طريق الممثلين ديالو من السكان، وكتبقى السياده للدوله، بمعنى كنبقاو في اطار دوله موحده. إذا هذه الآلية، وهنا غنشوفوا هذه الآلية علاش مثلا كاين على صراع، كترفضها
الجزائر. علاش؟ لان الجزائر الى طبقت هذه الاليه في الاقاليم الجنوبيه غتكون مطالبه تعطيها للتوارك في الجنوب، وايضا كتشكل خطر حتى على موريتانيا، بمعنى رافضين هذه المساله. هذه اليه من الاليات ديال الديمقراطيه ديال المسلسل اللي كيرجع مثلا الوثيقه ديال الحكم الذاتي، غيلقى بان المغرب كيتحدث على واحد جوج المفاهيم، كيقول مسلسل ديمقراطي مدرجه ضمن مسلسل ديمقراطي بمعنى فيه تطور، والجانب الثاني مرتبطه بدوله القانون والحقوق. اذا هذه المبادره قدمها المغرب كما قلت مدرجه ضمن مسلسل ديمقراطي بمعنى فيها مراحل ديال التطور، ما كايناش شي حاجه اللي كتجي في المسلسل اللي كنقولوه فيه بزاف ديال المراحل. ثم المساله الثانيه انها من زاويه ديال دوله القانون والحريات الفرديه والجماعيه والتنميه والاقتصاديه. الاستاذ قبل قليل كان كيتحدث على هذا الشيء ديال المحكمه العسكريه اللي غتبقى تحاكم فقط العسكريين ماشي المدنيين. هذه فاش كتدخل؟ كتدخل في اطار ما يسمى بالمساطر الخاصه. المغرب يفتح المجال انه يفتح المجال للمبعوثين الامميين باش يمكن يشوفوا حتى المساطر الخاصه كيفاش كدار. وهنا ولكن هذه راه جات في اطار التدرج، كل شيء كيعرف محكمه العدل الخاصه اللي كانت حيدات، ومن بعد الان كتبقى هذه المحكمه غتبقى تحاكم العسكريين. هذا واحد التدرج اللي كاين ولكن داخل في اطار المساطر الخاصه، في حين الا قارنا مع الدول العربيه كنلقاو احيانا ما كنعرفوش الشكل ديال المحكمه، احيانا ما كنعرفوش الناس اللي معتقلين واش كاينين ولا ما كاينينش. هنا غنعطيكم واحد الشهاده من طرف الناس الجمعيات ديال حقوق الانسان العربيه، لقاو واحد المشكل مؤخرا، قال لك بهذه العباره حرام اننا نصنفوا المغرب مع الدول العربيه، خصو يتصنف مع دول اخرى، مع دول مثلا اوروبيه ولا الدول ديال اوروبا الشرقيه، بمعنى عنده معايير اللي ما كايناش. قال لك مثلا ما كنعرفوش مثلا العدد ديال المعتقلات في دول اخرى، في مصر ولا في العراق ولا في غيرها، ما كنعرفوش المساطير، ما كنعرفوش هذا الشخص ملي كيتعتقل، هذه العناصر كلها اذا لقاو واحد الصعوبه لانهم عندهم خانه، عندهم واحد الخانه. وهنا علاش كنفهموا الانتقادات اللي كتجي بعض المرات للمغرب؟ علاش؟ لانه هو الدوله الوحيده اللي كتطور في هذا المجال، ملي كتطور عادي جدا انه كتولي انتقادات، عادي، لان دول اخرى ما كاين ما تنتقد. مثلا عطيت مثال، نمشيو لدول الجوار، الا خدينا الجزائر ما عندك ما تنتقد، ربما لاحظتوا بانه السيد اللي كيحتج على بوتفليقه واضح كيحتج في الشارع، هزوه مباشره ودخلوه للطوموبيل وقال لك احمق، رغم ان هذاك السيد هو رجل تعليم، كيقول جمله وحده، كيقول اودي انا راه كبرت ولقيت بوتفليقه وزير وغنموت ولقيت بوتفليقه باقي رئيس، راه كيقول هذا بحال بهذه العباره، اللهم ان هذا منكر، قال لك كيقولوا هذا راه احمق وهزوه وحطوه. اكثر من ذلك وقعت واحد المجموعه ديال الاعتقالات اللي في هذا المجال هذا. اذا هنا كنهضر على الصعوبه ديال المقارنه. اذا تقدمت النقطه الثالثه في هذه القضيه ديال الحكم الذاتي اللي ما كينتابوش الناس في واحد المصطلح ديال تحقيق مصالحه. تحقيق مصالحه، وهنا بعض المرات حتى الحقوقيين ملي كيطرح لهم سؤال علاش ما مثلا خلينا في مناطق درنا مصالحه ولا ما كيعبرش على هذه القضيه، راه كاينه في الوثيقه ديال الحكم الذاتي بانها غيجي في اطار واحد العمليه ديال المصالحه. مصالحه بمعنى كندوزوا للمرحله الاخرى. اذا هذه المبادره بدات موضوع ديال التفاوض. القرارات الامميه من 2007 حتى اليوم ثمانيه القرارات تقريبا فيها نفس اللغه، ثمانيه القرارات، ولكن التحول فين وقع؟ وقع في القرار هذا الاخر ديال اللي كنسميوه حنا 2099، ولا كيقراوا الامم المتحده يقول 2099 ديال 25 ابريل 2013. اشنو جا فيه؟ اولا كيعاود يدعو الاطراف، كيقول لك اودي يكرر مجلس الامن الدعوه ديالو للاطراف والدول المجاوره، ثاني كيعاود يشد الى ايجاد حل سياسي، كيهضر على التفاوض. القرار شنو فيه؟ فيه واحد الجمله كيربط المقترح ديال الحكم الذاتي في المغرب، وكيضيف واحد الجمله كيقول لك هذا في المغرب كيدير جهود متسمه بالمصداقيه والجديه. هذه اللغه ديال القرار ماشي اللغه ديالي انا، اللغه ديال القرار. ثم كيقول لك اودي بانه خاص يكون تحسين ديال حقوق الانسان في الصحراء وفي المخيمات، ولكن في نفس الوقت كيعترف بالاليه المغربيه. شنو هي الاليه المغربيه؟ كيقول لك الاليه المغربيه الوطنيه لتعزيز حقوق الانسان، كيهضر على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنتين اللي كاينين عندنا هنا في المنطقه، كيهضر على هذه المساله. بل وكيعتبرهم هنا باش كيربطهم؟ كيربطهم بمجلس حقوق الانسان تابع للامم المتحده. اذا الناس بزاف كيشوفوا المجلس الوطني، راه شفتوا ربما الطريقه ديال الحكومه كيفاش واحد السرعه في التعامل مع، علاش؟ لان هذه هيئه مستقله، حنا كنشوفوها وطنيه ولكن راه مرتبطه بمرجعيه دوليه. اذا خدات هاد الشرعيه ديالها، بمعنى عندها هاد الدور هذا، كاينه في القرار ديال مجلس الامن. ثم كيقول مساله اخرى، كيقول لك اودي يكرر طلبه الداعي الى النظر في تسجيل اللاجئين في المخيمات،
ولاحظوا بانه دارت مجموعه ديال الطرق هذه السنه باش ما يتسجلوش مع العلم انني هنا غنرجع وغنتحفظ على المصطلح ديال اللاجئين. الهضره ماشي ديالي، هذا في حوار مع مجموعه من الاشخاص اللي كينتموا للمخيمات وعلى راسهم مصطفى ولد سلمى ومجموعه ديال الناس اللي لقيتهم. ملي كتسول في الواقع هذوك الناس ماشي لاجئين، لان اللاجئ عنده بطاقه ديال الهويه ومحصي وكيمكن ليه انه يتحرك في العالم كامل، كيمكن ليه يتحرك. هاد الناس ما عندهمش، بمعنى ما عندهمش هاد البطاقات. هادو ناس اللي هما المهم نسميهم اي سميه الا قضيه لاجئين، لان اللاجئ عنده حقوق. هادو هنا بمعنى ارتكبنا واحد الخطا لا في الاعلام ولا احيانا حتى في الدبلوماسيه ديالنا كنسميهم لاجئين، كنهضر باللغه ديال القانون الدولي. اللاجئ عنده بطاقه وعنده هويه، وكتعرفوا بانه الكتابات اللي كانت خرجت بان هاد الناس ما كيمكنش يغادروا المخيمات، عندهم طريق واحد اللي باغيين في الجزائر، والا خرج على كاين اطلاق النار. اذا هنا كنرتكبوا واحد الخطا لما كنسميوهم لاجئين، ماشي لاجئين، ما عندوش بطاقه، ما محصيش، ما كيمكنش ليه يمشي، لان اللاجئ مثلا كتكون عنده البطاقه يمكن ليه يمشي للسعوديه، يمكن ليه يمشي للامارات، يمشي لاوروبا، ما كايناش هاد المساله هذه. اذا لحد الان مازال كاين هاد التماطل ديال العمليه ديال التسجيل. يدعو الاطراف هذه في اللغه ديال القرار الى التحلي بالواقعيه والرغبه في التسويه. وهنا في المفاوضات راه باش نهضروا موضوعيين، كيقولوا بعض الدبلوماسيين راه ملي كانوا كيحضروا في المفاوضات ما كاينش مفاوضات، بوليزاريو كيجي يسب صافي، معناها هذه تنقلات من مجموعه ديال ما كاينش مفاوضات. معناها انا لقى صعوبه رجع رجع مثلا الفالسوم وغادي يرجع الروس. اذا هنا كيطلب المجلس الامن كيطلب تكون العمليه ديال الرغبه في التسويه. ولكن اهم نقطه اللي جات وما انتبهوش لها الناس بزاف حتى بالنسبه لنا مثلا الناس اللي كيدافعوا على الملف، وهي كيربط الحل بالاستقرار في المنطقه ديال الساحل والصحراء. ما جات جمره اعتباطيه، التقارير اللي كانت كتقولها ودير المخيمات مهدده، وراه الامين العام كيقول لك راه هنا هذه البلاصه هذه راه قنبله، كيقول لك المخيمات راه قنبله موقوته. القرار كيقول لك ودي بانه كاين ربط بين خاص يكون الحل وفي نفس الوقت الاستقرار، ربطهم بجوج. بمعنى هذا راه بمعنى خرجها بهذه النقطه هذه بهذا الجانب هذا، وغنرجع علاش كاين مثلا الاشتغال ديال المغرب في هذا الجانب ديال 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 المحيط الاقليمي. اذا هنا شنو هي الاستنتاجات الاولى من هذا المسار؟ الاستنتاجات الاولى انه في مسلسل التفاوض كاين واحد الفوارق ديال السقف كبير بين ما يقدمه المغرب والمسائل اللي كيقول البوليزاريو، كاين واحد السقف، وهنا كتولي صعوبه حتى عند المبعوث الاممي. ولكن هنا كاين واحد العمليه اللي ربما واحد الجانب اللي ترتكب كخطا. بيتر فان فالسون هذا اللي كان قبل من الروس لاش وصل؟ وصل لواحد الخلاصه اش كيقول فيها؟ كيقول اودي بانه دوله سادسه في المنطقه المغاربيه مستحيله بحال هكا. وكيقول بانه ما يطلبه البوليزاريو حل غير واقعي، كيقولها بحال بهذه العباره. الاشكال هو انه لما جا كريستوفر روس في المفاوضات نحن كان خصنا نبداو من هذه النقطه، هذا الشيء اللي قال باش يكون نوع من التراكم. ما بداوش من هذه النقطه هذه. بدا هو الملف في مسارات اخرى، هذا مع العلم انه الى لاحظتوا كريستوفر روس كيتحرك فقط ملي كيكون ما واضحاش الصوره بين القوى الدوليه. ملي كيكون توافق على مستوى القوى الدوليه ما كيبقاش يشتغل. الان كاين توافق ما بين فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه والمغرب، كاين هذا التوافق هذا. اذا ملي ما كيكون شويه ديال الضبابه كيتحرك هو، ملي كيبقى واحد الهامش. ولكن الان لاحظتوا ربما المهمه ديالو كتبان قريبه من النهايه ديالها. ثم شيء اخر ما قدرش يتحرك بالمفاوضات، علاش؟ لانه بغى المغرب يتفاوض هو البوليزاريو بطريقه مباشره، الجزائر رفضت. وهنا بدا كيبان واحد الاشكال انه اللي كيتفاوض ضمنيا او اللي كيعرق المفاوض ضمنيا هو الجزائر. بوليزاريو بمعنى انه ما عندوش القدره على التفاوض، هذا ولا واضح، بمعنى ما كيقدرش يحضر المفاوضات الا ما كانتش الجزائر. الوضع في الجزائر متوتر ما واضحش، وربما راه كتلاحظوا كيفاش كينعق الصراع اللي كاين في الجزائر على الرئاسه، كينعكس على القياده ديال البوليزاريو. اذا ما كيتفاوضش، عنده صعوبه لانه ما الجزائر اللي خصها تعطي او خصها تحضر، هذا جانب هنايا. اذا مع بدايه جمود الازمه في الجزائر توقفت، مع بدايه عفوا الازمه في الجزائر ولا جمود ديال المفاوضات. الان كيبان المستقبل ديال البوليزاريو مرتبط بما اللي غيوقع في الجزائر، وغنرجع ليه لان اللي كيوقع في الجزائر صعيب وصعيب على المنطقه ككل، مع العلم انه حتى التقارير مثلا المغربيه كتقول بان الجزائر خاصها تخرج بواحد السيناريو اللي ما تسقطش فيه الجزائر، لان سقطت الجزائر غتاثر على المنطقه ككل. اذا سيناريو تكون واحد العمليه جراحيه اللي تنتقل فيها
السلطة من الجيش إلى فئة أخرى تحكم، لأنه طيلة من الاستقلال كيحكم الجيش بدون ما تكون خسائر كبيرة، لأن الخسائر الكبيرة غتكون عندها تداعيات على جميع الدول ديال المنطقة. نمشي للنقطة الثانية، شنو هي التحولات اللي وقعت في هذا العام هذا اللي داز بواحد السرعة؟ كاين الربط بين مجموعة هذه الحوايج نتابعوا لها، كاين البيان المشترك المغربي الأمريكي، كاين النموذج التنموي اللي عطى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كاين المصادقة ديال الكونغرس على تمويل مشاريع في الأقاليم الجنوبية، كاين توجه المغرب نحو إفريقيا، كاين واحد التوتر صغير اللي بان مع واحد اللوبي الفرنسي، وكاين المناوشات مع الجزائر، وكاين الأحداث داخل المخيمات. هادشي كله مربوط حاجة واحدة، بمعنى كله كاين علاقة بيناتهم، بمعنى كاين واحد العلاقة بيناتهم. نبداو مثلا أنه المغرب دار نموذج التنموي، ربما أنهم كان عليه تواصل، ولكن اللي كيقرا هذا النموذج شنو هو النموذج؟ ربما كتذكروا في واحد النقاشات اللي كانت تلفزيه، هذا النموذج قالت بانه هو بدايه تنزيل المقترح ديال الحكم الذاتي، لان هذا هو المضمون ديالو. وهنا ملي كنشوفوا النموذج في مرحلتين، كاين المدى القريب والمتوسط وكاين المدى البعيد. اذا هذا النموذج دار من طرف خبراء، بمعنى هو المضمون ديال الحكم الذاتي، ولكن هذا النموذج دار في نفس الوقت اللي بدات التحركات في المنطقه. الخطاب اللي كيقول بانه مثلا المغرب غادي يكون هو واحد القطب، المغرب خصو يلعب هذا القطب ما بين اوروبا وافريقيا. راه النموذج ملي كتقرا النموذج كتلقى فيه واحد الجمله بانه بغى يخلق من المنطقه هنا غتكون فضاء جيوستراتيجي، فضاء جيوستراتيجي مرجعي ديال من ديال هذا المرور مثلا ما بين هذا الدور ديال الجسر ما بين اوروبا وما بين افريقيا. اذا هذه العمليه وهذا الشيء اللي كيمشي فيه المغرب في هذا التوجه الان. كاين جهد هذا النموذج اللي الان غتبدا العمليه ديال التنزيل ديالو. كاين الجانب الاخر وهو البيان المشترك، الناس بزاف ديال البيان المشترك، وهنا البيانات المشتركه كتستخدم جوج دول، كتكون بيانات مضبوطه بمعنى انها كتكون كما كنسميوها حنا كتكون مطروزه، ما كاينش فيها لان بيان بين جوج دول. البيان اش فيه؟ البيان مثلا كان في دعم الاصلاحات الديمقراطيه والاقتصاديه ديال المغرب، كان فيه التعاون الاقتصادي والامني بمعنى العناوين ديالو، كانت فيه قضيه الصحراء. شنو جا في البيان؟ جا فيه بانه الولايات المتحده الامريكيه اكدت بشكل واضح على ان مخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب هو مقترح جدي وواقعي، اذا ما هضراتش على شي حاجه اخرى. اذا هنا باش نشوفوا الصيغه ديال البيان، وقالت بانه مقاربه تنمويه من شانها تلبيه تطلعات سكان المنطقه. اذا مشات في هذا الاتجاه، هذا بيان ديال دوله مؤثره في العلاقات الدوليه، مؤثره داخل مجلس الامن، والبيان كتعرفوا بانه كيكون نقاشات عليه، وكيكون واحد العمليه ديال التوافق ما بين الدولتين، ما بين الرئيسين، ما بين الوزيره الخارجيه، وكيخرج البيان. اذا هذه كانت الصيغه ديال البيان اللي ما انتبهوش ليه بزاف ديال الناس. ومن بعده كتكون من بعد هذا البيان كان توجه ديال المغرب، المغرب كان بدا واحد التوجه فين؟ كان بدا في واحد التوجه في اتجاه منطقة الساحل والصحراء، في اتجاه هذه المنطقة هذه غرب افريقيا، ولكن لاحظتوا انه بدات التسريع ديال الوتيرة في هذا التوجه، لأنه الزيارة الأخيرة راه زيارة اللي هي عندها واحد الدلالة كبيرة، بمعنى مجموعة ديال الدول، مجموعة ديال الاتفاقيات، لاحظتوا الحضور، طريقة التجاوب، كتبين بأنه كاين واحد التحول كبير في السياسة الخارجية المغربية. علاش؟ لانه كيبان بانه كاين اتفاق مغربي امريكي، وفي نفس الوقت كنزيدو كاين اتفاق فرنسي امريكي، لانه كان البيان المشترك المغربي الامريكي، وكانت الزياره ديال هولندا ايضا الى الولايات المتحده الامريكيه، لان بزاف ديال الناس ما استوعبوش هذه القضيه ديال فرنسا كيفاش التوتر وكذا، ولكن هنا راه كاين اتفاقين في نفس الاتجاه. إذا هذه القضية ديال التوتر المغربي الفرنسي هو محاولة ديال اختراق بعض اللوبيات، وعادة فرنسا في فترة ديال الانتخابات كتوقع بحال هاد الأمور هذه، وراه ربما غتلاحظوا بأنه حاولت ما أمكن الخارجية الفرنسية أنها تكون هادئة، وكانت صريح ديال وزير الخارجية في قناة أوروبية أوروب أن، قال بأنه كان خلل في الحديث اللي وقع، كان خلل بمعنى أن فرنسا كتعتبر بأنه كاين خطأ. ولكن في نفس الوقت ملي وقعت هذه العمليه ديال هذا التحول، هذا التحرك المغربي، كاين احداث داخل المخيمات اللي كتصنف ضمن جرائم ديال دوك الناس اللي ماتوا،
والعمليه ديال الحصار اللي كاينه على المخيمات. في نفس الوقت كاينه مناوشات ديال الجزائر على الحدود، قضيه ديال اللاجئين السوريين او القضيه ديال اطلاق النار على واحد المقر ديال 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 القوات المغربيه. اذا كل هذا كيتقرف هذا الجانب هذا. علاش؟ لاول مره المغرب عنده مجال حيوي في السياسه الخارجيه، كاين ما يسمى بالمجالات الحيويه. انا اعطيكم مثال باش تفهموا القضيه ديال المجالات الحيويه. ربما الصراع اللي كتاخذ روسيا على اوكرانيا، علاش؟ لانه كيولي عندك مجال حيوي، والمجال الحيوي ديالها كتحبس فيه المخاطر قبل ما يوصلوا عندك. المغرب لاول مره السياسه الخارجيه عنده فيها مجال حيوي اللي كيشتغل فيه. اولا كيقدم فيه الخبره الامنيه والخبره في النماذج ديال الاصلاح الديني والتنميه البشريه، كيقدمها في هذه المنطقه. ثم انه كيتصارع مع دوله اخرى في هذه المنطقه اللي هي الجزائر. واخر شيء وهو المغرب يحاول ان يوسع هذه المنطقه ديال الساحل والصحراء. الجزائر كتبغي تديرها ضيقه، المغرب كيوسعها باش تمشي مثلا من الاطلسي المغربي والاطلسي الموريتاني الى السودان، وكلها داخله في اطار اللي هو اقتصادي. الجزائر كتبغي تخليها بين تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا، وهي كتبغي تخليها في هذا الاطار هذا، وهذا سبب. ولكن الان المنطقه كتوسع. المغرب في هذه السنه غادي يستقبل التجمع ديال لقاء ديال تجمع ديال دول الساحل والصحراء. اذا هنا كاين قطب الان اللي بدا كيتبنى. انا كنشوف الاثر على الملف ديال الصحراء. هذه القضيه ديال غرب افريقيا عندها اثر الان، غتبدا تلعب هذه المنطقه من الناحيه الاستراتيجيه، كتبدا تلعب تكون هي الممر، بمعنى كتكون هي الممر ما بين اوروبا وما بين افريقيا. كي الدور ديالها كاينه تحولات في موريتانيا، ولكن في موريتانيا مازال تحولات غير واضحه. موريتانيا كاين نوع من الصعوبه، لان موريتانيا تحس بنوع من القلق، تحس بان المغرب ذهب الى مالي وذهب، وبمعنى كيحسوا بنوع من التخلي الموريتانيين. كاين هاد الفكره، ولكن موريتانيا تعرفون بان العلاقات مع المغرب دائما علاقات هي تاريخيه. نعطيكم مثال بسيط فقط ما كنتبهوش ليه. موريتانيا الا مشيتي سميتو الطيران لارام مثلا، يوميا كاينه طائره ومملوءه عن اخرها من نواكشوط للدربيضة، وكاينه طائره اخرى اسبوعيه من نواكشوط للجزائر كيمشيو فيها 5 ولا 10. ما كيمشيوش، معنى عندهم اتجاه نحو، كاين حذر في هاد العمليه. اكثر من ذلك اللي زار موريتانيا راه كانه هنا، بمعنى كتحس بجميع الروابط اللي كاينه وكيقولوها الموريتانيين. اذا هذا التوتر كيكون، ولكن تخوف على موريتانيا، لان دائما كاين تخوف اخر وهو من المخاطر المتعلقه بالتطرف. ونرجع لهاد النقطه هذه. كاين هاد الصراع باش نفهموه شنو هو السبب ديالو. المغرب الان ينجح في مالي، الجزائر تريد ان تعرقل لسبب واحد. الجزائر لا تريد من المغرب ان يجمع السلطه المركزيه مع الحركه ديال الازواد الطوارق. علاش؟ لانه الازواد كانوا بمعنى الازواد يمكن غيمشيو لهذا الحل ديال الحكم الذاتي. الا نجح المغرب في انجاز مثلا هذا الحكم الذاتي في الشمال ديال مالي، كتولي الجزائر مهدده. علاش؟ مطالبه تعطيل الحركه ديال الطوارق اللي كاينه في الجنوب الجزائري اللي كتمشي حتى ليبيا. بمعنى هذا اشكال بالنسبه للجزائر، لهذا فهي كتصارع على هذه المساله. بل اكثر من ذلك، انكم تصوروا بان الجزائر منذ تقريبا سنه 2004 10 سنين صرفات فيها واحد الاموال باهظه. وكاين رقم اللي كيتحدثوا عليه مثلا منذ 75 76 اليوم 300 مليار دولار اللي خسرت الجزائر على سميتو على هاد النزاع. 300 مليار دولار، ما 300 دولار بمعنى خاصها تقرا. بدات كتحدث عليها السلطات الجزائريه. شنو هو الوضع اليوم؟ الوضع اليوم هو ان فرنسا تحافظ على موقفها من قضيه الصحراء رغم التوتر. ربما تبعتوا العمليه الدبلوماسيه كيف هرب الرئيس الفرنسي باش ما يديرش العمليه ديال المصافحه مع عبد العزيز. اذا كانت هذه العمليه عندها دلاله في الدبلوماسيه. اذا فرنسا تحافظ رغم الناس اللي كيعتقدوا بانه كاين توتر. كاينه مساله ثانيه، هناك اتفاق مغربي امريكي على ان يلعب المغرب دورا في منطقه غرب افريقيا والساحل والصحراء. تقارير الامنيه التي تصدر على الحلف الاطلسي كتقول لك بان المغرب نبه الى المخاطر اللي كانت في شمال مالي، بمعنى دار التشخيص ديالو كما نبه مثلا بلجيكا الى الخطر ديال التطرف وديال التشيع، وكينبه اليوم الخطر ديال العائدين من سوريا. المغرب عنده هذه القضيه ديال الاستباق الامني. اذا هنا المغرب كيلعب الدور هذا،
كيقدم الخبره ولاحظتوا هذه القضيه ديال الامتداد الترابي ديال حقل الامارات المؤمنين، بمعنى كيرجع للمرجعيه التاريخيه لانه كان امتداد مع هذه المناطق، كاين الزوايا كاين هذه العناصر كلها، كيرجع هذا الامتداد الروحي كيلعب الدور، ولكن كيلعب الدور مع من؟ التوازن مع من؟ راه كاينه الوهابيه التقليديه وكاين الوهابيه الجديده وكاين التشيع كيلعب معهم الدور هذا، لان هذه المنطقه مهدده كلها، شمال افريقيا والساحل والصحراء، كاين هذا الصراع. ربما شفتوا هذاك الشيء اللي كيوقع في سوريا، هذوك الجماعات هذاك الشكل اللي ما عندوش علاقه حتى بالشكل ديال التطرف القديم، العمليه اللي وقعت. اذا كاين هذا الخطر اللي كيجي تقريبا غيجي مع ما يسمى بالناس اللي كانوا في سوريا. ثم كاين الخطر الايراني، اذا المغرب كيلعب هذا التوازن فهموه. الدول العظمى الدبلوماسيه الدينيه كدير هذا التوازن الروحي، وراه العمليه ديال التجاوب اللي ربما نقلتها الشاشات ديال التلفزيون في مالي او نقلتها مثلا في سميتو في غينيا كوناكري، كتبين وكان الملك بحال في المغرب بحال في الدار البيضاء ولا غيرها، راه كاين هذا الارتباط هذا، ماشي بمعنى كاين هذا النوع من الارتباط ديال هذا الدور اللي كيلعبوا حق الامارات المؤمنين. وهنا يمكن رجعوا للناس ديال الزوا وغيرهم كيفهموا الدلالات ديال هذا الامتداد. كاينه مساله اخرى وهي الاليه الوطنيه اليوم مجلس الوطني لحقوق الانسان مقبول، بمعنى انه هذه السنه بنى الشرعيه ديالو اكثر، اذا ما بقاتش نقطه ضعف. الجبهه الاخرى البوليزاريو داروا واحد الاليه، ولكن واش غيقدروا مثلا، لانه كتعرفوا بانه كانت واحد الانتفاضه كتعرفوها مزيان، كانت انتفاضه ديال 88 ما تستغلتش مزيان اللي كانت وسط المخيمات. اليوم ايضا كاينه واحد العمليه ديال واحد العمليه ديال ثوره داخل المخيمات. غنعطي مثال بسيط، راه كانت واحد الثقافه اللي بدات كتحيد اليوم التنشئه، وهذه قيادات ديال البوليزاريو اللي نقلتها، بمعنى في البدايه كانت واحد التنشئه كانوا كيعتبروا بان كل شيء اللي كيجي من المغرب كيقولوها للناس اللي في المخيمات، كل شيء كيقول لهم كيجي في المغرب بانه الى درجه انه ولات قطعات السجائر كار ولات قطع، كيقول لهم راه قطعوا لكم المغرب، كانوا عاطينهم واحد الثقافه خطيره. دابا الان عاد بدات العمليه ديال الانفتاح، بداو الناس كيتبعوا شنو اللي كيروج، مثلا كيتبعوا مجموعه ديال الحوايج اللي بدات كتغير الصوره. اذا كاين هنايا ما غتكونش مفاجأة في مجلس الأمن من خلال المؤشرات الموجودة إلى حد الآن، ما غتكونش مفاجأة. أكثر من ذلك، علاش ما غتكونش مفاجأة؟ لأنه لا يمكن الاشتغال بآليتين لهذه القضية ديال، لا يمكن الاشتغال نقول المراقبة يديرها المونيرسو ويديرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. آلية واحدة اللي كتشتغل معترف بها اليوم وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولكن كاينة مخاطر في المنطقة ككل مرتبطة بالنزاع. كاين النوع الاول من المخاطر وهو ان قياده البوليزاريو، هذه هضره ديال تقرير اسباني ماشي ديالي انا، شنو كتقول؟ كتقول لك اودي بان هذا الملف ولا بحال السجل التجاري عند قياده البوليزاريو، ما بقاش كيهمها شنو وقع في المخيمات، ولا دايره بحال السجل التجاري خداته، ما بقاش عندها اللي كيهم في المخيمات، يمكن انها دير جميع الانواع ديال الخروقات اللي كاينه تما. كاينه المساله الثالثه وهي المخاطر ان تسقط الجزائر في واحد السيناريو سوري، تطيح في سيناريو سوري. راه كاين الان مجموعه ديال المعلومات، الحدود مفتوحه الجزائريه من جهه ليبيا ومن الجنوب، كاينه صعوبه مؤشرات اذا اصر عبد العزيز بوتفليقه، وهنا ماشي عبد العزيز بوتفليقه اخ عبد العزيز بوتفليقه، لان الجزائر اليوم بنيه على واحد التوازن كيتسمى توازن الرعب النفسي. كاين جناح المخابرات وجناح الرئاسه. جناح الرئاسه شكون فيه؟ في عبد سعيد بوتفليقه والقيد صالح ديال القوات. هادو متورطين فاش؟ في فضائح ماليه. فين كاين هاد الملفات؟ كاين عاد جناح اخر ديال المخابرات اللي فيه توفيق من الدين 49 سنه وهو في الجيش. اذا شنو وقع الان؟ علاش وقع التوازن ديال الرعب؟ توفيق من الدين متورط في الجرائم اللي وقعت من 91، بمعنى لا تحركات قدام المحكمه الجنائيه الدوليه سيلقى عليه القبض. اذا هذه هي المصلحه اللي كاينه بيناتهم الان. هاد الملفات ما تتحركش والفضائح الماليه ما تتحركش، وكتبقى الجزائر على وشك الانفجار. ولكن اللي باين الان وهو وضع صعب جدا، بمعنى حتى القوى العظمى كتعامل معها بحذر. ربما كتعرفوا كاين المارينز كاينه في اسبانيا تراقب ما يمكن ان يحدث، ولكن كل بمعنى الخطر كاين صعيب. شنو هو؟ كل التقارير تحاول ان تخرج الجزائر من هاد الورطه اللي وصلت لها، هاد التراكم اللي وصلت ليه، عن طريق واحد العمليه جراحيه بدون خسائر، يعني تكون الخسائر بسيطه، والا اذا انهارت غتكون اصعب من العشريه اللي دازت عندهم.
كاين مشكل اخر وهو مشكل موريتانيا، كاين تخوف على موريتانيا، ربما انتخابات اللي كانت ما عطاتش واحد النوع من التوافق، ثم كاين هذه المساله الدخول في واحد الحرب على جناح ديال الاخوان المسلمين، معناها تخاف ان موريتانيا يخرج مساله ديال التطرف، وموريتانيا تعرفون بانها الموريتانيين مسالمين، ولكن هنا هذا الشيء ديال التطرف هو صعب، اذا كاين تخوف على موريتانيا. باش نوصل للسيناريوهات داخل التحليل كله، شنو هي السيناريوهات؟ السيناريوهات اولا هناك بعض التقارير التي تقول بان هذا النزاع وصل للنهايه ديالو، بمعنى اصبح قريب من الحل. بمعنى كاين بعض التقارير اللي كتقول لك بان النزاع وصل، علاش؟ لان كاين هذه التحولات كلها اللي وقعت قريب من الحل. ثم كاين سيناريو ثاني ان المغرب يمشي في التنزيل ديال النموذج التنموي وما يبقاش انه مهتم بقضيه المفاوضات، لان المفاوضات ما غاتسناش المفاوضات، تدوز الى العمليه ديال التنزيل. كاين هذا السيناريو هذا، بمعنى جوج السيناريوهات ولكن بمعنى متكاملين، ولكن السيناريو اللي كيقول لك بان ما وصل النزاع وصل للسقف ديالو، مابقاش يمكن يزيد، بمعنى انه قريب من الحل، بمعنى العمر ديالو مابقاش طويل جدا، سنتين ثلاث سنوات حسب بعض المعطيات. لانهي بواحد الجانب الذي يهم الدبلوماسيه، الذي يهم الدبلوماسيه هذا جانب وهو لمتعارف عليه في العمل الدبلوماسي وفي العمل الدولي، كاين تقريبا 33 استراتيجيه التي تستعمل. غادي نخليكم تاملوا هذه الاستراتيجيات وتشوفوا مثلا يمكن ديروا تقييم بوحدكم مادام انا كنشتغلوا في الدبلوماسيه الموازيه. كاين الاستراتيجيه الاولى وهي استراتيجيات كيسميوها المعنويه، هذه الان خصها تستعمل. شنو هي استراتيجيه ملي كتكون المعنويه ديالك مثلا مرتفعه والمعنويه ديال الاطراف الاخرى منخفضه، بحال المشاكل اللي كاينه في الجزائر وفي البوليزاريو، انت كتزيد كتشتغل على اكثر. هذا بالنسبه لي انا ما موظفش لحد الان، لانه خص تبقى المعنويات مرتفعه، بمعنى كتشوف الطرف الاخر لانه عنده مشاكل وكينتظر، خاصه في هاد الثلاث شهور اللي دازت. كاين واحد النوع اخر اللي كيتسمى الاستراتيجيات الخروج، بمعنى انه كتكون كتفاوض وكتعرف واحد النزاع، كتعرف الوقت اللي خصك تخرج فيه، اللي خصك تنهي فيه المساله، اللحظه اللي خصك تنهي فيها، ما كنخليوش داك الشيء كيعوم، كاينه واحد اللحظه كتوقف، بمعنى كتعرف الابواب ديال الخروج اللي مطروحه الان. واحد اللحظه كيبان بان البوليزاريو ماشي يتفاوضش، شنو بمعنى خص واحد المساله خصها تنتهي في واحد اللحظه، خصها تنتهي، هذه كتسمى الاستراتيجيه ديال الخروج. كاينه الاستراتيجيه ديال الفضيله، شنو هي الاستراتيجيه ديال الفضيله؟ وهو الان كاين قلق في المخيمات وكاين صراع في المخيمات وكاين مجموعه ديال الناس، انا مثلا شخصيا وصلتني واحد المجموعه في الفيسبوك ديال الناس اللي كيتشكاو من العبوديه، وصلتني وتاكدت من الهاتف انا، واحد اللي جا من موريتانيا كيقول لك عائلتي كلها كاينه فيها العبوديه في المخيمات، كيهضر بهذه اللغه هذه، كيهضر واحد اللي وصلت كيقول لك مجموعه ديال الناس اللي هما نزحوا. اذا هنا هو كيفاش يمكن في هذه الاستراتيجيه ديال الفضيله اكتساح هذه المسافات؟ حنا كاينه الورقه ديال حقوق الانسان دابا ولات قويه، كيفاش اكتساح هذه المسافات هذه؟ هنا هذا الجانب ايضا مطروح. كاين استراتيجيه الفراغ وهو ألا تترك لخصمك شيئا يركز عليه. الآن ولات الآلية